صباح الخير والهنا والسعادة والنصر والرزق دايما يا رب، ويوم جديد وعشرة الصبح في الأهل يا رب، كده يبقى يوم جميل ويوم على قد ما نقدر نحقق فيه حتى لو أولى خطوات أي حلم بنتمناه، بس المهم زي ما احنا بنكرر السعي. صباح الخير. صباح الفل والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كيمو. وألف سلامة عليكي. أنا عرفت إنك كنت حزين امبارح من غيري جدا. كان في شجن في الانترو بتاع الحلقة ما حكيتيش. الدمعة كانت بتفر من عيون كل الزملاء ورا الكاميرا. الحمد لله على السلامة. كان برد فعلا في المعدة. بص بقى، أنا عايزة أحكي لك بصراحة. تكييف ولا مش ولا تكييف؟ أنا بقى دي حاجة مهمة جدا أقولها، لأن ما طلعش أنا الوحيدة اللي حصل لي الدور ده. الواحد بيبقى نايم عادي جدا مفيش أي حاجة كويس، بس بتشغل التكييف على حرارة مثلا 19 17 18 كل ده غلط جدا، وتنام وبعدين تصحى تلاقي نفسك مش تمام أبدا، تلاقي نفسك عندك وجع في المعدة، ده بيبقى اسمه برد المعدة. ده ما حصليش أنا بس، كذا حد لما امبارح يعني ناس بتكلمني بتطمن عليا مروا بنفس الدور. فخلوا بالكم، الجو حر، احنا طبعا بننام مش قادرين، في رطوبه كمان عاليه جدا الاسبوع ده، ولكن بلاش نعمل التكييف على درجات حراره منخفضه، لان احنا هنصحى لا قدر الله فعلا تعبانين. فده عن تجربه انا بقول لحضراتكم، يا ريت نخلي بالنا قوي من النقطه دي. بتحصل لناس كتير جدا من التكييفات ومن المراوح، وبالذات لما تكون موجعه بشكل مباشر، لان الواحد مع الحراره والرطوبه بيبقى عايز يقعد بين الريش بتاعت التكييف، فاهمه ازاي؟ جوه التكييف. فهو مفيد جدا من ناحيه، بس من ناحيه ثانيه لازم نتعامل معاه بحرص، لان بينتج عنه كميات وافره من ادوار البرد. انا بتفق معاك.